بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، أدعو لكم دائما بالخير والتوفيق، وعندي لكم موضوع جديد بناء على سؤال أحد المتابعين. قال لي معاي حكة بالرأس شديدة، طبعا ما عنده لا إكزيما لا صدفية لا نفر بالرأس لا جروح لا شيء، فقط حكة شديدة في فروة الرأس وما يقدر يتحملها. العلاج بسيط، إذا اعتبرنا أن الفروة سليمة ما فيها أي نوع من أنواع الإكزيما أو الصدفية وغير ذلك، الحل بسيط إن شاء الله تعالى. ناخذ خل التفاح مع زيت جوز الهند بنسبة، إذا يبنى استكانة ربع الاستكانة خل تفاح، ثلاثة أربع الاستكانة من زيت جوز الهند، نخلطهم تمام، ندلك فيهم فروة الشعر ونخليه على الشعر أو على الفروة تقريبا ساعة. بعد ذلك ندخل الحمام ونغسل شعرنا بالشامبو ونختار الشامبو المناسب.